صباح الخير جميعا وين ما كنتوا تشوفون شاشة تلفزيون قطر، نقول لكم أجمل صباح وبداية أسبوع إن شاء الله يا رب يكون عليكم خير وسعادة ورضا من رب العالمين. وأمطار الخير كانت أمس، يمكن إحنا شفنا بعض السنابات أو شفنا الأجواء في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن فرحنا بهذه الأمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير ورحمة علينا. ويا هلا يا هلا يا أهلين أهلين بتلعب شو أخبارك؟ شو الله يسلمك. وشي أصبح عليك بالخير وأصبح على السادة المشاهدين وين ما يتابعونا عبر شاشة تلفزيون قطر، نقول لكم صباح الخير. صراحة أنا بيسأل يعني الناس اللي كانوا يصورون المطر وين يصيدونه، لأن أنا طلعت أبى أشوف المطر وين ما حصلته. جمالية قالوا والمناطق الشمالية اللي فوق إيه هناك إيه؟ كان يطق أعتقد شمال غرب أعتقد يعني خلاص لازم نصيده، نشوف متى أول ما يشوفون يصورون العالم أنا بروح على طول على طول ندور المطر صراحة. بس الأجواء يعني قامت تتعدل قامت تزين، فالحمد لله على الأجواء هذه. عنا والله ناويين هالسنة نخيم، بس ما ندري وين للحين، بما أن يعني التسجيل بيبدأ من 1/11 بنسجل ونشوف الشباب وين يبون يختارون، سيلين ولا شمال ولا أي لا كان. أعتقد أن سيلين أعلنوا الجهات المختصة إنه بيكون بعد كأس العالم من شهر 1، فيمكن لا أتوقع من نهاية 12 تاريخ 20/12 أتوقع. عبد الرحمن أنتم من الناس اللي يأثثون البر ولا احنا الدعوة ببساطة؟ لا احنا والله عنايتنا بسيطة، بس اللهم كباين خيمة قعدة اللي هي القعدة والغداء والعشاء تكون في الخيمة هذه، كبينة حق الرقاد يعني كل واحد جايب كبينته وبس تكون بسيطة وقاعدة خارجية. يمكن لاحظنا الفترة الأخيرة أن أغلب الشباب يميلون للمجالس أو جمعات كطلعات الكشتات والبر وكذا، يلا قول لنا ليش بما أن أنت واحد منهم. أن شنو أن يرتبون لا أنت ليش تحب مثل هذه الطلعات مثل هذه الجمعات؟ الحين إحنا مثلا بنروح الميلس، إحنا بنتيمع كربع في الميلس، ليش ما نتيمع في البر؟ قاعدة البر ترى تغير النفسية وايد، خصوصا اذا كانت في الشتاء مع الاجواء الحلوه تقعدين بين الربع مع الربع، بعيد عن صخب المدينه بعد، بعيد عن الازعاج، بعيد عن المدينه والسيارات، وغير الاجواء هناك غير يعني، فتستمتعين مع الربع، كل واحد يطبخ ثاني يساعد، واحد يسوي شاي شب حطب، مباراه طائره يصير في دوري ترى في الموسم، ما شاء الله اي تحديات بين العنب، ف هناك الأجواء غير ترى يعني تستانسين تغيرين جو. وحلوة قاعدة القعدة وتطلع من المود والروتين، تكسر روتين حلو، لأنت تسوي لك مكان خاص، مو شرط اللي ما يحبون طلعات العنة أو طلعات البر أو كذا، ممكن أنتوا تحددون زاوية في البيت في حديقة البيت. أنا مسويت لي في حديقة البيت مكان وقعدة وكل سنة أجدد فيه، أستمتع من عقب صلاة الفجر أنزل قبل ما السفر على طول تلاقيني قاعدة وشابة ضوي وقاعدة، وأحيانا أكون قاعدة بروحي بعد، بس الواحد مثل ما قلت يكسر روتين، يغير جو، يستمتع، يتأمل، يذكر النعم اللي رب العالمين أنعم فيها عليه، يقعد شوية في لحظة هدوء. يمكن كل ما طلعت من المدينة كل ما الأجواء تصير النفسية تتعدل ترى الأجواء تصير أجمل والنفسية تتعدل، فأنت تحس أن أنت عندك وقت أن أنت تعيش مثل هذه اللحظات، تستمتع في هذه اللحظات. إحنا مشكلتنا أن إحنا نبي كل شيء بسرعة وما نستمتع بلحظات الجميلة اللي إحنا نقضيها. يمكن لاحظت الفترة الأخيرة أهم شيء عندي أني أنا أصور وأطلع كل اللي عندي في السناب أو في الانستغرام. أي فلما تروحين هناك ترى تنسين التلفون أول شيء. حلو. اي مع قعدة الشباب خلاص يتغير كل شيء يعني. ما تصورون عبد الرحمن يعني ما تابعك؟ بلا لا بالعكس في على البراي. بس لا الاجواء حلوه، قلت لك تستنسين بينك وبين ربعك، الاجواء وايد وايد غير لما الواحد يروح يخيم، غير عن اجواء المدينه، بعيد عن الزحمه وبعيد عن ازعاج المدينه مثل ما يقولون. فان شاء الله هالموسم بيكون جميل بعد كاس العالم، فننتظر ان شاء الله جمعه جميله وما فيها نفس ثقيله. اي والله مثل ما يقولون صح. نروح حق اول خبر اكيد، بما ان احنا تكلمنا عن الاجواء المطر نبدا اول خبر من جريده الرايه اليوم، بدء موسم امطار الخير.
تواصلت أمس أمطار الخير في عدد من المناطق الخارجية بالبلاد، ورصدت عدسة الراية سقوط أمطار الخير وإعصار قمعي في منطقة الإجمالية. في سياق متصل، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في بيان نشرته أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر بدء أول أيام الوسم، وهو بداية موسم الأمطار والخير طبعاً اليوم الأحد ويستمر 52 يوم. طبعاً بما أن احنا تكلمنا عن المطر، تكلمنا عن هذه الأجواء، إيش رأيك ناخذ اتصال مع فاطمة اليافعي متنبئ جوي؟ صباح الخير فاطمة. صباح النور يا هلا، حياك الله معانا في برنامج في الضحى. طبعا نبي نعرف حاله الطقس هالفتره، قمنا ان نشوف الجو بدا يزين يتعدل، فنبي نعرف حاله الجو هذه الفتره. اي اكيد، في البدايه مبارك عليكم الحياة وعساها رقم خير للبلاد والعباد، والحمد لله شهدت بعض مناطق البلاد مثل ما قلت تساقط الامطار الرعديه، ومن المتوقع استمرار سلاسل الامطار التي عاده ما تكون رعديه في هذه الفتره النهار اليوم. نعم. وعليه وجب التنبيه بضرورة أخذ الحيطة والحذر لما قد يصاحب الأمطار الرعدية من رياح قوية مفاجئة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق المكشوفة، كما ننوه باحتمالية تكون الزوابع أو ما يسمى محليا بالعوافير، وهو عمود غباري يتشكل أحيانا مع السحب الركامية نتيجة لشدة دوران الرياح الصاعدة في مساحات صغيرة جداً لا يتجاوز قطرها 10 أمتار، وعادة ما تتكون هاي العوافير في المناطق الجافة والغير مأهولة بالسكان، ولا تعتبر من الظواهر الجوية النادرة أو حديثة الحدوث في المنطقة، حيث أنها عرفت قديماً عند الأجداد. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر من الاقتراب جداً من هذه العوافير، خاصة المطورين. ولفت عنايتكم بأن التحذيرات الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة لا تشمل الحالة البحرية، حيث يكون البحر مناسب لكافة الأنشطة البحرية مع أمواج تتراوح ما بين القدم إلى 3 أقدام حسب آخر الرتبة. أما عن درجات الحرارة، تتراوح حاليا ما بين 31 إلى 37 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، وسجلت أدنى درجة حرارة في الدوحة 27 درجة مئوية صباح اليوم، ومن المتوقع أن تصل العظمى فيها 36 درجة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية من خفيفة المستدرة السرعة تنشط لتصل إلى قوية السرعة مع الخلايا الرادية، حيث من المتوقع أن تصل سرعتها 30 عقدة على بعض المناطق. هذا ويبقى العلم عند الله. كل الشكر لك أستاذة فاطمة اليافعي متنبئ جوي من إدارة الأرصاد الجوية. طبعا خذنا لمحة عن الأجواء هذه الفترة، ففي تحذيرات فحاسبوا من التحذيرات اللي ذكرتها الأخت فاطمة، كل الشكر لك. بالتأكيد. والخبر الثاني من جريدة العرب، ترشيح دكتورة نورة فطيس لجوائز إنها ملهمة العالمية. تأهلت الدكتورة نورة فطيس أستاذ مشارك في قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة بجامعة قطر لتكون ضمن المرشحين النهائيين لجوائز إنها ملهمة العالمية لعام 2022. وقالت الدكتورة إن المنافسة قوية للغاية هذا العام مع وجود بعض المرشحات المميزات في القائمة النهائية، مضيفة إنني ممتنة لمن رشحني للجائزة من البداية، وفي حال فزت فسيكون ذلك رائعاً، خاصة بأنني الوحيدة من الشرق الأوسط التي تأهلت للنهائي. أكيد إحنا نتمنى لها الفوز والتوفيق بإذن واحد أحد. الله يوفقها إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفها من الفائزين. طبعاً ونروح لهذا الخبر من جريدة الوطن. نجوم العلوم يتوج كأفضل مبتكرة عربية دخلت سمية سعيد سليمان سيابية، طبعاً هي من سلطنة عمان، ودخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بلقب أفضل مبتكرة عربية في برنامج نجوم العلوم التابع لمؤسسة قطر، وحصلت على دعم لجنة التحكيم والجمهور في نهائي الموسم 14، وذلك بإجمالي 82.3 نقاط. وعن مشروعها المبتكر لمعالجة المواد البلاستيكية الدقيقة، مما ضمن لها الفوز بالحصة الكبرى من الجائزة الكبرى. طبعا نبارك لها على هذا الانجاز، ودائما نشوف برنامج نجوم العلوم يطلع لنا مبتكرين ويطلع ابتكارات عجيبه وغريبه وجديده صراحه. للامانه البرنامج جدا مميز، يمكن على السنوات العديده اللي شفناها مثل ما تفضلت وقلت
طلع لنا وايد نجوم مبتكرين علماء، شجع على العلم، شجع على الابتكار، الإبداع، حقق رؤية قطر في هذا المجال. أكيد أكيد. عندي خبر وايد حلو بعد من لوسيل، يقول قطر للسياحة تدعو لتسجيل في دورات تدريب المرشدين السياحيين. دعت قطر للسياحة المواطنين والمقيمين الراغبين في الانضمام إلى المرشدين السياحيين إلى التسجيل في دورات تدريب المرشدين السياحيين، وتأتي مبادرة تدريب وترخيص المرشدين السياحيين ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها قطر للسياحة بهدف رفع مستوى مزودي الخدمات السياحية وتنظيم قطاع السياحة. فعلا احنا اليوم محتاجين إلى العديد من المرشدين من أبناء الوطن، من المقيمين أو من المواطنين، لأنهم عارفين بهذا يعني بالأشياء الجميلة عندنا في البلاد. حلو أنهم يكونون الواجهة الأجمل للضيوف، وخصوصا كثرة المناطق السياحية والأماكن السياحية حاليا، فمحتاجة أن يكون في قطاع سياحي ومرشدين سياحيين بكثرة عشان يروون العالم والضيوف اللي جونا السياحة شلون في قطر. أكيد، وإحنا عندنا فعاليات كثيرة فإحنا فعلا محتاجينها. أكيد أكيد. فاللي حاب يقدر يسجل ويشترك معهم. طبعا ونروح لآخر خبر من جريدة الشرق، نجوم أرض المونديال يشجعون منتخباتهم عبر النجوم المشاركون في أغنية أرض المونديال، طبعا عبروا عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة العربية لهذا العمل الاستعراضي الذي تنتجه المؤسسة القطرية للإعلام، وسيبث على القنوات القطرية والعربية بعد الانتهاء من عملية المكساج والمونتاج. وأغنية أرض المونديال رؤية وألحان الأستاذ محمد المرزوقي الذي أشرف شخصيا على الانتاج الضخم بمشاركة عربية متنوعة تم اختصارها في نجوم الدول العربية المشاركة في المونديال، قطر والمغرب والسعودية وتونس، بمشاركة جميع من يمثلون دول العالم. طبعا نتمنى لهم التوفيق في هذه الأغنية، ودائما نشوف الأغاني قامت تطلع، أغاني البطولة وأغاني المونديال أغاني جميلة صراحة، ونتمنى لهم التوفيق في هذا العمل. بالتأكيد، والأستاذ محمد المرزوق ينصبح عليه، وهو من الناس المبدعين يشهد له الكثير من الأوبريتات اللي قدمها لنا في مهرجان الدوحة الثقافي أو من خلال تنظيمه وإدارته لمهرجان الأغنية، وكملحن أيضا قدم الكثير من الأغاني الوطنية الجميلة اللي ما زالت في ذاكرتنا. لكن الحين عندنا تقرير، التقرير حلو كله، يعني تحس بفخر باعتزاز بوطنك بالإنجازات اللي قدمها. خلنا نشوف هذا التقرير عن رصد الصحف العالمية لمونديال قطر. مونديال قطر 2022 وقبل أن ينطلق بات محط أنظار وسائل الأعلام العالمية لناحية الجهوزية والاستعدادات والملاعب التي ستحتضن المباريات، معتبرة أن دولة قطر أضحت مركزاً رياضياً وسياسياً واقتصادياً في الشرق الأوسط. إذاعة مونتي كارلو الإيطالية وفي تقرير لها أشادت بالتصميم الفريد لاستاد لوسيل الذي وصفته بالملعب المستقبلي الذي ستكون فاتورة استهلاك الكهرباء فيه أقل من فواتيرنا، والذي بني بمواد صديقة للبيئة ويتم داخله إعادة تدوير المياه واستخدامها لري النباتات في الخارج. ومن ناحيتها نشرت مجلة فكر تيرو مقالاً رأت فيه أن قطر ليست غريبة على تنظيم البطولات، وتحدثت عن مميزات بطولة مونديال قطر 2022 عن النسخ السابقة، معتبرة أن البطولة ستمهد الطريق لقطر لتصبح واحدة من الدول المفضلة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية. وبدوره أكد مالك ششتاوي الرئيس التنفيذي للمنتدى العربي للتكنولوجيا الرياضية في حديث لتلفزيون CNBC عربية على مكانة دولة قطر الرائدة في مجال الرياضة،
التي تبدو واضحة المعالم سواء من خلال مرافقها الرياضية عالية المستوى أو إنجازاتها العملاقة التي تكللت بالفوز بحق استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. طبعا بعد هذا التقرير يعني كلنا نشعر بالفخر على اللي شفناه خلال الفترة الزمنية خلال العشر سنوات طبعا السابقة، منشآت رياضية، منشآت صحية، بنية تحتية، يعني أشياء نفتخر فيها على جميع يعني على كل شيء، غير الفنادق، غير المنتجعات، غير الأمور السياحية الكثيرة اللي توفرت. يمكن احنا من يومين شفنا شاطئ فويرض اللي للتزلج الشراعي، مسويين منتجع رائع. أشياء خطيرة قامت تطلع، فنصيحة اللي حاب يزور قطر لازم يزور هذه الأماكن. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، ودائما احنا نتكلم عن الحالة النفسية والصحة النفسية وليش صحتنا النفسية نشوفها ايام نازلة او داون النفسية مثل ما يقولون، وايام نشوف نفسنا ان احنا مستمتعين وحياتنا افضل. في لها امور كثيرة، وبما ان احنا في شهر اكتوبر، هذا الشهر اليوم الشهر العالمي للصحة النفسية، احنا معانا اليوم في الاستوديو ضيفتنا رجاء السليمي، رجاء رئيس قسم البرامج والأنشطة الإعلامية في جمعية أصدقاء الصحة النفسية. وياك هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيكم والله، حياكم الله لكم ولجميع متابعين في الضحى. حياك الله ونصبح عليك بالخير. في البداية يعني نبي نتعرف عن أهمية يوم الصحة النفسية، هو يصادف هالشهر. اي نعم، الصحة النفسية تصادف بتاريخ 10/10 اللي هو 10 اكتوبر. نعم. لها أهمية كبيرة طبعا، منها من جهة الفرد، تزرع فيه الاستقرار، السعادة، الأمان، ايضا من على الصعيد الاقتصادي والإنتاجي طبعا له ايضا دور جدا كبير. فكلنا ندري ان كل ما ارتفعت الصحة النفسية ارتفعت عندنا قوة المناعة، صارت اجسادنا عندها صحة جسدية اقوى. بعدها طبعا راح يكون عندنا إنتاجية، المؤسسات راح يكون عندها تضخم في الإنتاجية، راح يرتفع عندنا اقتصاد الدولة، هذا من الصعيد الاقتصادي. الصعيد الاجتماعي أيضا له دور جدا كبير، وهو ينشئ التكامل بين الأفراد. جميل جميل. نتكلم عن الأهداف المرجوة وراء أن إحنا نحدد يوم أو نحدد حملة للصحة النفسية. طبعا في هذا اليوم جدا مهم، انا بالنسبه لي طبعا مش بس يوم واحد، احنا نتمنى لو تكون كل الايام للصحه النفسيه لانها لها دور جدا كبير. فهي طبعا تعزز الوقايه من الاضطرابات النفسيه، ايضا تكون لنشر الوعي، احنا محتاجين لهذا الوعي. احنا في نمر بظروف خاصه في الفترات الاخيره من الظروف الصحيه، صار في انهيار اقتصادي بسبب سوء الصحه النفسيه لدى الفرد. نيجي أيضا كبداية لهذا الاحتفاء، ابتدى في عام 1992، كانت بمبادرة إحدى الدول العربية بمشاركة أكثر من 150 دولة. اكتشفت منظمة الصحة العالمية في 2002 بعد دراسات وبحوث أن في هذه الفترة حوالي 154 مليون نسمة مصابين بالاكتئاب، وهذه فقط خلينا نقول حالة واحدة من حالات الاضطراب النفسي. لو نيجي على الحالات الأخرى كم راح يكون العدد؟ فطبعاً منظمة الصحة العالمية قامت بإنشاء كل عام أو كل يوم من العام هو 10 أكتوبر كشعار محدد ويوم معين للصحة النفسية. نعم. طيب مليون وخمسمية قلتي ولا كم؟ عذراً، 154 مليون نسمة. 154 مليون نسمة، هاي كلهم مصابين بالاكتئاب. مصابين بالاكتئاب في فترة 2002، وزاد العدد في 2020 2021 حتى لدرجة بالضبط على أيام الأوضاع والأزمة الصحية اللي حدثت الفترة الأخيرة، لدرجة أن دق ناقوس الخطر.
سواء كاقتصاد، سواء كحالة اجتماعية، سواء كفرد، كمجتمعات، صار في انهيار جدا كبير، وصارت اضطرابات جدا كبيرة، ارتفع معدل الانتحار، تفكير بالانتحار، معدل الوسواس، صار في وساوس قهرية من جهة النظافة. فهذه كلها جاءت من وراء ظروف وقساوة الحياة. نعم، الله يبعدنا عن الاكتئاب ويبعدنا عن النفسية. احنا دوم على العال ان شاء الله يا رب يدوم. الحمد لله. طيب لو نتكلم اخت رجاء يعني عن الفعاليات والأنشطة اللي تقومون فيها خلال فترة يوم الصحة النفسية. طبعا في هذا اليوم خاصة، احنا خلينا نقول في هذا الأسبوع، خلال هذا الأسبوع كانت عندنا عدة مشاركات، طبعا منها للمدارس. دائما أنا أقول البيت من ساسة، أولياء الأمور والمدارس لهم جدا دور كبير. ما تبني بيت إلا ساسة صلب. هذا طلاب المدارس أو الطفل إذا أنشئ نشأة صحيحة رح يقدر يتجاوز الظروف، رح يقدر يتجاوز المشاكل والصعوبات اللي رح تجي في الفترات القادمة. فكان عندنا مدرسة عمر بن الخطاب، عندنا فعاليتين، منها ورشة تدريبية كانت عذراً، كان ورقة عمل، تقديم ورقة عمل للدكتور عبد الرحمن العبد الله لمجموعة من الأخصائيين النفسيين، فكانت بعنوان الصحة النفسية السلوكية والوصمة المجتمعية. طبعاً إحنا تخصصنا الصحة السلوكية وليست العقلية. أيضاً قمنا بعمل فعالية لطلاب المدارس، حوالي 60 طالب مشارك، باستضافة الناشط أحمد باتر. مدرسة الإخلاص النموذجية كان بإعداد محاضرة مع الأستاذ خالد البريسي بعنوان كن دوماً بخير لطلاب المدرسة، ونفس الشيء العدد كان كبير، وما شاء الله الورشة كانت تفاعلية، وهذا جداً جميل إن إحنا نشوف الطلاب متحمسين يعرفون شلون أنا أكون بخير، شنو الأشياء اللي تخليني أنا مستانس، شنو الأشياء اللي تسعدني بحياتي. جهة أخرى كانت عندنا تعاون مع وزارة التنمية والأسرة، التنمية الاجتماعية والأسرة بقيادة إدارة شؤون الأسرة، بتقديم أيضاً ندوة مع الدكتور عبد الله عذران محمد العنزي. نعم. أستاذة رجاء، بس عذرا يعني أنا ممكن أضيف لك نقطة. نعم. أنت قلتي من البيت، إحنا لو نزرع بذرة الإيمان في قلوب أبنائنا أن كل أمر المؤمن خير، ما صادنا عندنا الاكتئاب والحالات النفسية. نعم. اللي الناس تمر فيها. الناس لما تتعلم وتؤمن بالله خير إيمان، وتحسن الظن بالله، وتقول أن رزقي بيد رب العالمين وما حد يقدر ياخذ رزقي، ما راح أخاف على أكلي ولا مسكني ولا على وظيفتي. الناس إذا عندها إيمان بالله راح تنام وتستودع أبنائها، وإحنا ما نملك إلا الدعاء والإيمان. متى ما أنا آمنت بالله كل الأحوال أنا راح أكون في حفظ الله. بالضبط. أنا وأبنائي وأسرتي ومجتمعي. ونعمة بالله. فعلياً إحنا لازم نزرع في أبنائنا، سواء من الجهة الدينية، سواء من الجهة الاجتماعية، أيضاً نبعدهم عن الوسواس، أيضاً نحاول أن نحن ما نزرع في بالهم العين والحسد والوسواس والذكر. إحنا لازم نذكر. أنا لما أنا ما أذكر وما يسمعني الياهل وأنا أذكر رب العالمين، هني تبدأ العيشة الضنكة. النشأ. من النشأ. هو النشأ يتعلم. إحنا يمكن أغلب مشاكلنا النفسية هو البعد عن الدين، البعد صح. عن الله، هذه أغلب مشاكلنا النفسية. انشغال في الأمور الحياتية. الحياتية فعلاً عبد الرحمن. دائماً غير مؤمنين غالباً يكون غير مؤمنين بالظروف اللي تصير. الظروف فعلاً. أكيد، فيعني نخلي الظروف هي اللي تتحكم فينا، مش إحنا اللي نتحكم في الظروف. لا لا لا، أنت تتحكم. أنت متى ما زرعت سعادتك في السعادة من الداخل، متى ما كانت سعادتك من الداخل وإيمانك بالله قوي، راح تتقبل كل الظروف، بتقول الحمد لله على كل شيء. لأن أنت عبد الرحمن أنت بتجيب تستشعر النعم الثانية. اليوم أنت ما عندك وظيفة، بس أنت بصحتك وعقلك سليم وبقوتك وأهلك بخير وبصحة، تقدر تلاقي لك وظيفة ثانية. فيعني الواحد يعدل نفسيته. يعدل نفسيته. في الموسم صح؟ أكيد. طبعاً أخت رجاء، يعني لو نتكلم زيادة عن الفعاليات اللي قدمتوها، كانت لها طبعاً إقبال شديد من الطلاب سواء كان في المدارس أو في الخارج. طبعاً لو نتكلم عن نصيحة، شو اللي تقدمينها للناس مثلاً اللي يحسون مثلاً بالاكتئاب، نفسيتهم شوي تعبانة، كلمة لهم تحسن من نفسيتهم؟ دائما اقول كن، او خلينا نقول كي لا تصاب بالاحباط وخيبه امل، لا ترسم في بالك
وفي ذاكرتك ان الناس اللي حوالي مش ممكن انهم يتخلون عني في اي لحظه، او مش ممكن انهم يستغنون عني. بالعكس، واعطيك مثال على هذا. لا تتصل في صديق لا يرد على اتصالاتي، لا يهتم ولا يكترث بوجودي او بغيابي. لا تطلب من شريك الحياه ان يهتم بك وهو لا يهتم من قلبه. لا تتوسل من صاحب عمل او مدير بان يعينك في وظيفه وهو غير مقتنع بك. انا اعرف وادري ان انت تصاب بالقهر، اضطراب نفسي، ضغط نفسي، لانك تعطي وتعطي وتسعى وتشقى ولكن لا تعطى. إذن بقول لك إياها وبكلمة قاسية قليلاً، أنت تتسول الحب، تتسول الاهتمام، تتسول العمل، تتسول في حياتك، تمد إيدك ترجع مكسورة، تمدها مرة ثانية وترجع مكسورة. مع الأسف انشغل بنفسك، بحياتك، اكتشف ذاتك. هم انشغلوا بحياتهم، انشغلوا بغيرك. إذن أنت تطلع لنفسك، لنجاحاتك، لاهتماماتك. وكما يقال، لا تضع أحداً فوق قدره كي لا يضعك دون قدرك. والحياة توازن. بالتأكيد، بالتأكيد الحياة توازن. مثل ما تفضلت وقلتي، إحنا ما نتسول المشاعر، لأن أصعب نقطة هي تسول المشاعر من الآخرين. هناك الكثير من الفعاليات أستاذة رجاء قدمتوها، لكن شنو هي الفعالية اللي لقيتوا عليها إقبال كبير؟ وبكل ثقة، كل الفعاليات، كل البرامج. وياك لم تطلق أي فعالية أو حملة أو مبادرة إلا كان لها إقبال جداً كبير. الناس محتاجة لوجودنا، خاصة يعني أنا دائماً أقول ومن هذا المنبر محتاجين للإعلام في المجال النفسي. أكيد. خلينا نقول من ناحية مبادرات هونها وتهون، لقد إقبال جداً كبير. كل مر سيمر. أيضاً اربط صبعك وكل من عتلك دواء. لما تربط إصبعك والناس تبعت لك الدواء، بس الدواء مو عند الناس، الدواء عند الطبيب. أيضاً الندوات، المحاضرات، المؤتمرات، الورش، هذه كلها لها دور جداً كبير. جميل. يعني لو نتكلم من خلال هذه الورش والفعاليات اللي تقومون فيها، شلون ممكن أن نزيد الوعي عند في المجتمع من الناس؟ نعم. سواء كان الأفراد، الأطفال، الكبار، الصغار، يعني جميع شرائح المجتمع، شلون ممكن نزيد توعيتهم؟ الإعلام ياخذ 80%. الإعلام له دور كبير. ممكن أنا راح أتابعه في السوشيال ميديا، ولكن ما أتابع كل الحسابات. ممكن أنا لي دور بالفيديوهات، ولكن الفيديوهات لا تصل إلى جميع الشرائح. ممكن أنا راح أكون لي دور من ناحية الورش، الندوات، المحاضرات، ولكن ليس الجميع يستطيع أن يحضر. ولكن الإعلام، الجميع أمام الشاشة، لها دور جدا كبير. نشر الفيديوهات لها دور جدا كبير. راح أقول أيضا السوشيال ميديا لها دور كبير. أيضا من ناحية خلينا نقول المؤتمرات، إحنا بحاجة إلى مؤتمرات بحثية، نبحث عن القضايا، نحل هذه القضايا، بعدها نطلع بتصريحات ونطلع بحلول من وراء هذه القضايا. فهذه كلها لها دور جدا كبير في نشر الوعي. أعتقد أن ورش المدارس أو الفعاليات اللي تقدمونها في المدارس في أعمار صغيرة لها تأثير أكبر، لأن اللي يكتسب الطفل يتم معاه. بالضبط، الطفل ينشأ وهو عارف، مثل لما يطلع الطفل بالمطر بتعطيه مظلة عشان يحمي نفسه. بالضبط نفس الحالة، أنت بتعطيه ورشة، تعطيه كلمة، مجرد عبارات. يعني احنا الورش للاطفال عباره عن تفاعليه شوي، بتعطي اشياء يعني خلينا نقول العاب ترفيهيه، ومن خلال هذه الالعاب انت تعطيه النقاط المهمه، شلون انت تسعد نفسك، شلون انت تتخطى هذه الظروف. لو في يوم من الايام صارت لك هذه المشكله، يوم من الايام سمعت بابا وماما بيصرخون على بعض، سمعتهم مثلا بيهاوشون بعض، شنو رده فعلك؟ الطفل هنا ينشأ نشأة صحيحه. بالتأكيد. أستاذة رجاء سليمي، رئيس قسم البرامج والأنشطة الإعلامية جمعية أصدقاء الصحة النفسية، وياك ألف ألف شكر لك، استمتعنا بالحديث معك. وأنا أكثر، شكرا لكم. الله يعطيك العافية. نطلع فاصل. نطلع فاصل، نشرب شاي، يلا كوفي صح؟ كوفي. نطلع فاصل مشاهدينا، نرجع لكم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا بداية الحلقة تكلمنا عن اعتدال الجو وقام تغيرات الجو قام يتحسن عندنا قام يتحسن، لكن في أماكن تكون باردة جدا فتكون قاسية خصوصا على الأسر اللي دارت عليها الأيام وخلتها الظروف تروح تنزح أو تروح لجوء هربا بحياتها وحياة أطفالها، فصارت تعيش بين برد الليل وهم النهار، فتأتي حملة الشتاء الدافئ هذا العام تحت شعار الإنسانية أولا. طبعا اسم هذه الحملة دفئهم غايتنا، وتستهدف تنفيذ مشاريع ومساعدات شتوية لصالح منهم في أمس الحاجة للمساعدة في 14 بلد بميزانية إجمالية تبلغ 13.5 مليون ريال قطري. طبعا معنا عبر الهاتف السيد يوسف محمد العوضي، مدير إدارة تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري. حياك الله معنا أستاذ يوسف، ونصبح عليك بالخير. الله يحييك، يا مرحبا. الله يحييك، جزاك الله خير. يا مرحبا بك. فبداية يعني نبي نعرف عن هذه الحملة، جمعية الهلال الأحمر القطري طبعا إحدى روافد الخير في بلدنا الحبيبة قطر، نبي نعرف عن حملة الشتاء الدافئ لهذا العام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم على استضافتي في تلفزيون قطر، قناة قطر. وحملة الشتاء الدافئ هي حملة موسمية تقوم بها الهلال الأحمر القطري لمساعدة أخواننا المعوزين والمحتاجين والفقراء في تقريبا 14 دولة هذه السنة، بميزانية مقدارها تقريبا 13 مليون ونص ريال قطري. وكما احنا يعني هالسنة صراحة استبقنا الموسم بذي، عشان نتعرف قبل ما تنزل الأمطار والثلوج في هذه الدول، في بعض الدول اللي تنزل فيها، يعني نكون مستعدين طواقمنا الغاثية في الميدان يكون مستعدين قبل الشتاء إن شاء الله أن يوزعون الأغراض المطلوبة على هذه الأسر والناس النازحين واللاجئين في هذه الدول. أستاذ يوسف، هذه المساعدات شو اللي تشملها؟ المساعدات طبعا عبارة عن أغطية، عبارة عن مواد غذائية، سلال غذائية، عبارة عن طحين حق المخابز، عبارة عن مواد تدفئة، عبارة عن خيام في بعض الأماكن، فمواد كثيرة. أيضا من ضمنها أدوية شتوية، لأن تعرف مع الشتاء بيصير بعض النزلات البرد وكذا والحمى، فأيضا في مواد طبية وأدوية لهذه الجهات إن شاء الله. نعم، يعني 13.5 مليون ريال قطري هي ميزانية الميزانية اللي اعتمدت عليها لهذا العام. طيب، اللي حاب انه يتبرع من الجمهور، شنو هي وسائل التبرع وشلون طريقة التبرع يعني؟ ايه، الحمد لله رب العالمين، الهلال الأحمر طبعا متواجد تقريبا في 40 موقع في المجمعات والمولات الكبيرة في الدولة، في أنحاء الدولة. فأي واحد يبي يتبرع ممكن يلجأ إلى أي محصل من محصلين الهلال الأحمر قطري في هذه المولات أو المجمعات والمراكز الكبيرة، يقدر يتبرع لمشروع الشتاء الدافئ الإنساني أولا، دفعهم غايتنا. فأي واحد يقدر يعني بسهولة. وأيضا عندنا أسهل منه أيضا التطبيق والموقع الإلكتروني حق الهلال، ممكن واحد عن طريق الجوال يدخل موقع الهلال الأحمر قطري عن طريق التطبيق ويتبرع بكل سهولة لمشاريع الهلال من ضمن مشروع الشتاء الدافئ. أستاذ يوسف، محطتكم الأولى وين بتكون؟ احنا ما قلت قبل، احنا عندنا 13 دولة و14 دولة تقريبا، من يعني تقريبا أكثر دولة اللي تصير دائما فيها يعني الشتاء القارص وكذا هي سوريا والشمال السوري. نعم. اللي بين على الحدود بين تركيا وبين سوريا، الأماكن اللي الآن متواجدين فيه اللاجئين. فهنا تقريبا أكثر شيء يكون فيه يعني الناس صراحة يعني يكون يعني مقطوعين من وايد أشياء صراحة. فإحنا أول ما نبدأ إن شاء الله في الشمال السوري. نعم. بإذن الله إن شاء الله. طيب أستاذ يوسف، عندنا طبعا في غزة، في يعني في فلسطين عندنا ثلاثة أماكن، عندنا غزة والقدس والضفة، وعندنا أيضا طبعا الأردن ولبنان وسوريا مثل ما ذكرت، وعندنا في الدول الأفريقية عندنا السودان، الصومال، عندنا في آسيا باكستان، بنغلاديش، أفغانستان، عندنا في القوقاز عندنا منغوليا وكوسوفو،
فهذه الدول تقريبا ان شاء الله تشمل الاغاثات العاجله لهذا الموسم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه استاذ يوسف ويقويكم. الله يعافيك. يعني من خلال هذه الحملات والمساعدات اللي تقومون فيها، يعني لو نتكلم عن المواجهات والصعوبات اللي قاعده تواجهكم خلال اثناء العمل الميداني. والله طبعا الصعوبات كثيره يعني صراحه، يعني في الميدان في صعوبات كثيره، يعني في اماكن في بعض الدول الان تعرف انت في دول فيها حروب، الطواقم الميدانيه يعني تحركهم بعض الاماكن تكون صعبه، ان في حروب بين ميليشيات معينه ولا بين كذا، وبعض الدول ايضا عندنا التحويل يتاخر، لكن الحمد لله احنا ان شاء الله يعني بمساعده كل الجهات، وعندنا تقريبا احنا 14 مكتب ميداني. نعم. ان شاء الله يعني نحاول دائما ان نتغلب على هذه الصعاب بتوصيل المواد في وقت ان شاء الله لاخواننا المحتاجين في هذه الدول. وايضا عندنا هيئه تنظيم الاعمال الخيريه جزاهم الله خير، هم من الجهات الداعمه والمسانده لكل الجمعيات الخيريه الغير ربحيه في قطر، هم الجهه المسؤوله عنا وايضا يساعدونا ويذللونا كثير من الصعاب صراحه. أستاذ يوسف، البعض ممكن يكون عنده أشياء عينية جيدة وجديدة صالحة للاستخدام، هل تستقبلون مثل هذه الأشياء للتبرع؟ احنا بارك الله فيك، نعم احنا بارك الله فيك، عندنا تطبيق عونك يمكن سمعتوا عنه، أبليكيشن، أي واحد عنده مواد وعنده أي شيء عن طريق تطبيق، بس مش حق حملة الشتاء. هذا تطبيق عونك، احنا نستقبل كل الأغراض المستعملة من الأدوات المنزلية، من الأثاث، من المفروشات، من الملابس وغيره، هذا اللي يسلمك احنا ناخذهم طول السنة عن طريق التطبيق، نجمع هذه المواد ويتم بيع هذه المواد، وريع هذا المواد يتم صرفه في أعمال الخير والبر في كثير من الدول. جميل جميل، الله يعطيكم العافية. لكن ان الحين نستقبل مواد غذائية وغيره حق حملة الشتاء، لا صراحة، لأن اصلا في بعض يعني احنا تكلفه الشحن وكذا اصلا تكلف. يعني احنا بدال ما ندفع في تكلفه الشحن، لا هذه الفلوس نشتري الاغراض من هذه الدول في دولها، احسن لنا من ما نشحن من قطر وتكلفنا شحن وكذا، فبفلوس هذا الشحن نجيب مواد ثانيه حق ناس اكثر يعني. جميل جميل، الله يعطيكم العافيه. استاذ يوسف، يعني كلمه توجهها للساده المشاهدين ومستمعينك عبر شاشه تلفزيون قطر. أنا أوجه كلمتي لكل الناس القطر والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، أن نشكرهم على تبرعاتهم دائما ووقوفهم مع الجمعيات الخيرية في قطر، لأن هم صراحة يعني هم الأساس، يعني عرفت ولا لا، إحنا بدونهم ما نقدر نتحرك، إحنا نتحرك بفلوس هؤلاء المتبرعين، فهذه كلها في ميزان حسناتهم. الله سبحانه يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كل ريال ب700 ريال، فأنت احسب تدفع لك 1000 ريال ب7000 ريال كأنك دافع عند الله سبحانه وتعالى وأكثر وأكثر، فأجور عظيمة. والناس يعني الحمد لله القطر يعني عندهم هذا الشيء ومعروفين بالسخاء وبالكرم وبالجود، فهذه حملتكم وهذه جمعية الهلال، أول جمعية أهلية قطرية إنسانية قائمة من سنة 1978، أول جمعية خيرية، وهي صراحة موجودة في كل الدول، وأيضا تقدر تدش في كثير من الأماكن اللي بعض الجمعيات ما تقدر تدش، لأن احنا تحت منظمة دولية. نعم. في 100 يعني احنا الهلال الأحمر 192 دولة تحت هذا المنظمة الدولية الهلال والصليب. جميل. فاحنا نقدر ندش حتى في اماكن في جمعيات ما غيرنا ما تقدر تدخلها، وفي جمعيات صراحه تجيب احنا نسوي لهم بعض الامور في هذه الدول، لان هي ما تقدر تدخل في هذه الاماكن بسبب القيود وبعض الاجراءات وبعض الانظمه. نعم. يعني جهود كبيره وجباره من قبلكم صراحه لمساعده الكل، يعني مش شخص معين او فئه معينه، لا الكل قاعدين تشتغلون. احنا نعم. عندنا تقريبا هالسنه مستهدفين 261,000 انسان ان شاء الله، انه يعني يشملهم هذه المساعدات ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله نشوف مساعداتكم توصل للي يحتاجها اكيد.
طبعا السيد يوسف محمد العوضي مدير إدارة تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري، كل الشكر لك على تواجدك معنا في استوديو فيضحي من خلال الهاتف. جزاك الله خير، شكرا لكم وصول إن شاء الله. يا مرحبا بك. الله يعافيك. اليوم تاريخ 16 أكتوبر يصادف اليوم العالمي للغذاء. طبعا هي هو اليوم نظمته وأطلقته منظمة الغذاء والزراعة، منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. اليوم هذه يوم الأكل. يوم الأكل؟ مو يوم الأكل، الأكل يعني هو يوم الغذاء، الأمن الغذائي، يتكلم عن مشاكل الجوع في العالم. أيضا هناك الكثير من الأشياء اللي لازم الناس تدركها وتعرفها. فخلنا نشوف هذا الجرافيكس معك. ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة مشاهدينا، سجلت مجموعة شاطئ البحر لإعادة التدوير والاستدامة رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر كلمة مكونة من العلب البلاستيكية. تم تجميع أكثر من 14,000 عبوة لكتابة كلمة قطر. طبعا الفعالية هذه نظمت في حديقة متحف الفن الإسلامي، وتهدف إلى زيادة الوعي بإعادة التدوير أو تدوير العلب البلاستيكية لصالح الاستدامة البيئية. فخلونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم.
Very impressive. It's quite a difficult task. إنه عمل رائع، فالمهمة صعبة والمعايير دقيقة جدا. لقد توجب عليهم أن يجمعوا أكثر من 5000 علبة. لا يتعلق الأمر بالأرقام فحسب، بل بمعايير أخرى كضرورة الاعتماد كليا على البلاستيك وعدم إدخال أي تغييرات. وكذلك لا يجب أن تكون هناك فراغات. بالرغم من ذلك فقد عملوا بجهد كبير في اليومين الأخيرين ليحققوا هذا الإنجاز. إذن مشاهدينا، من بعد هذا التقرير يعني حلو الواحد يستفيد، يستغل الأشياء، يسوي فيها إعادة تدوير ويستغلها في شيء ثاني يعني. بالتأكيد. وبعد في الميرة غراش الماي تقدر تحطها هناك ويعطونك عليه أعتقد كوبون أو شيء إن أنت تشتري من الميرة مجانا. هاي فكرة بعد بدال لا تنقط نستفيد منها. إذن مشاهدينا طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا. نوعنا اليوم، شكلنا في المواضيع، إيش رأيك؟ أي والله صح؟ أي من أعمال خيرية إلى صحة نفسية إلى سوالف المطر والعنة. نشوفكم على خير، مع السلامة.